بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وللأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح جزء من الإنجيل المقدس من بشارة معلمنا متى البشير في الإصحاح 15 في عدد 23. في عدد 22: أما يسوع فدعا تلاميذه وقال: إني أشفق على الجميع، لأن الآن لهم 3 أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون، ولست أريد أن أصرفهم صائمين لئلا يخوروا في الطريق. فقال له تلاميذه: من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعا هذا عدده؟ فقال لهم: يا كم عندكم من الخبز؟ فقالوا: 7 وقليل من صغار السمك. فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرض، وأخذ 7 خبزات والسمك وشكر وكسر وأعطى تلاميذه، والتلاميذ أعطوا الجمع، فأكل الجميع وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل من الكسر 7 سلال مملوءة، والآكلون كانوا 4000 رجل ما عدا النساء والأولاد. ثم صرف الجموع وصعد إلى السفينة وجاء إلى تخوم مجدل. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في البداية بنرحب بالإخوة الأحباء ضيوف من أسبانيا وكندا مع أسرتهم، عاملين حملة للتوعية بالنظافة، جايين مصر عشان توعية الأطفال بأهمية ذلك، وقدموا بعض النباتات والشجيرات، لكن بسبب حادث شهداء المصريين في ليبيا جم النهاردة في الكاتدرائية ويقدموا العزاء لنا جميعا. بنرحب بيهم مع ضيوف آخرين من فرنسا ومن أمريكا. زي ما ابتديت في الأسبوع الماضي قلت لكم أن أناجيل القداسات في الصوم وأحاد الصوم كلها مرتبطة بملحوظة مهمة، أن في كل فصل إنجيل يوجد سؤال، والسؤال وسيلة للتعليم، وسيلة لكشف الحقيقة، وسيلة لقياس المعرفة بتاعة الإنسان. بعض الأسئلة مكتوبة بطريقة صريحة، وبعض الفقرات مكتوبة الأسئلة فيها بالتلميح، والأسئلة باب للتأمل لنا كلنا، وبيقدر يضيف أمامك أبعاد علشان تقيس نموك الروحي. والسنة دي بناخد أناجيل أيام الأربعاء من كل أسبوع. في السنتين اللي فاتوا خدنا يوم الاثنين سنة 13 ويوم الثلاث في سنة 14، وإحنا السنة دي في سنة 15 بناخد أناجيل أيام الأربعاء اللي هو بيبقى نفس اليوم اللي فيه الاجتماع. إنجيل اليوم بيتكلم عن معجزة إشباع للجموع، والكتاب المقدس في العهد الجديد ذكر معجزتين لإشباع الجموع. معجزة تمت في اليهودية، واليهودية يعني جنوب فلسطين، ودي اللي أشبع فيها السيد المسيح 5000 من الرجال ما عدا النساء والأولاد. ما كانوش بيعدوا النساء ولا الأولاد، لأن مش دول اللي بيدخلوا الحروب بحسب تقاليد العهد القديم. وأشبعهم السيد المسيح من 5 خبزات وسمكتين،
وتبقى في النهاية 12 قفة مملوءة من الكسر، ابتدوا يشلوها ويقدموها لمن له احتياج. في معجزة النهاردة، المعجزة دي تمت في الجليل يعني في شمال الصين، والمعجزة ده هي أشبع فيها السيد المسيح 4000 من الموجودين، وبالطبع ما عدا الرجال وما عدا النساء والأطفال، وأشبعهم من 7 خبزات وقليل من السمك، ما تعدش في المعجزة دي. وطبعا 7 خبزات يعني ممكن يكون طعام واحد أو 2 مثلا. المعجزة بتبتدي إن دول الجموع بقيت مع المسيح 3 أيام، وحلاوة تعاليم السيد المسيح خلتهم ما يسيبوهوش، وقاعدين وياه يتعلم ويشبعوا. لكن السيد المسيح زي ما بيقول هنا في بداية الفقرة الإنجيلية دي: إني أشفق على الجمع. فالقصة والمعجزة والسؤال بتاع النهاردة هو سؤال مرتبط بالشفقة، والشفقة كلمة من الكلمات التي تشرح معاني الرحمة. الرحمة متسعة قوي، في أحد معانيها توجد الشفقة. وابتدى المسيح كعادته ابتدى يدخلهم في الموضوع، دخل التلاميذ يعني، ويبتدي يسألهم بعد ما قعدوا 3 أيام ويسوع مش عايز يصرفهم صائمين يخوروا في الطريق، التعبير المشهور خالص. ولكن هنا نقف عند كلمة أشفق على الجمع. أشفق على الجمع، إحساس الشفقة والضرورة الملحة للطعام. وكلمة أشفق هنا علشان تشير إلى أن السيد المسيح فيه الرحمة والنعمة والشفقة لكل الجموع، أو بصورة أدق هو مركز للرحمة والنعمة والشفقة، هو المركز، مركز يعني مصدر. أشفق، والشفقة، وأنا واقف عند الكلمة دي زيادة شوية علشان أحب أن معناها يتلمس معانا كلنا، معناها امتلاء أحشاء الإنسان من الرحمة. يعني في واحد الرحمة بتاعته بالكلام، هو يقول كلمتين طيبين وخلاص، وفي ممكن يعمل كده أي عمل بسيط على اسم الرحمة، لكن في واحد يقدم الرحمة من الأحشاء. حتى في رسالة فيليبي في الإصحاح 2 يقول أحشاء ورأفة، يربطهم ببعض. أحيانا الإنسان الأحشاء يعني عمق الإنسان، أحسن ما ي... أحيانا ما ي... ما يشعرش، ما يحسش. وفي واحد تتحرك أحشائه، تتحرك مشاعره، تتحرك أعماقه. لما بنقول في مديحة الصوم طوبى للرحمة على المساكين، مش طوبى يعني أدي المسكين حاجة وخلاص، لا، ده طوبى يا بخت من يمتلئ رحمة وتتحرك أحشائه ويعيش في هذه الشفقة. وكلمة مساكين مش كلمة واحد يعني جعان مثلا ما عندوش أكل ولا حاجة، دي كلمة مفتوحة وواسعة جدا. طب وبعدين المسيح حب يدخل التلاميذ بقى في السؤال، بيقولوا له، هو بيقول لهم أنا مش عايز أصرفهم صائمين، فقالوا له إيه يا يسوع الكلام اللي أنت بتقوله ده، ده احنا في البرية، من أين لنا أن نأتي في البرية خبزا بهذا المقدار؟ لا فينا حد بيبيع خبز، ولا احنا ويانا فلوس نجيب خبز
واحنا في البرية. وهنا يبان ان التلاميذ ثقتهم في شخص السيد المسيح لسه مش واضحة، رغم انهم اختبروا قوة المسيح في معجزات اخرى. يبتدي المسيح يدخلهم في عمق السؤال بتاع النهاردة، وهو كم عندكم من الخبز؟ السؤال كم عندكم؟ كم عندك؟ كم عندك؟ كم عندك؟ وده سؤال من الأسئلة الواضحة والصريحة جدا. عندك قد إيه؟ تقولي عندي في إيه؟ في الفلوس؟ ولا في الخزين؟ ولا في مواد غذائية؟ عندي في إيه؟ إيه بالظبط؟ أتاري هذه الكلمة أو هذا السؤال واسع جدا زي ما هشرح لكم. لكن السيد المسيح لما بيسأل هذا السؤال قدامنا مبادئ مهمة. أول مبدأ أن السيد المسيح مستعد أن يعمل بالقليل. الحكاية بتفرق شوية، المسيح وياك قليل وياك كتير وياك حاجة معدومة وياك حاجة في نظرك ما تكفيش، المسيح دي شغلانة ربنا يسوع هو اللي يتصرف فيها. فأول مبدأ أنه مستعد أن يعمل بالقليل. نمرة اتنين، ان معاكم ايه؟ قالوا سبع خبزات، سبع من الخبز وقليل من صغار السمك. ربما ده طعام فرد، فربما هذا احتياج فرد، الاحتياج ربما ده الحاجة بتاعتك بس. فممكن اجي اسألك تقول لي مفيش، لان الحاجة اللي وياك بتاعتك انت بس. فربما ما معهم لهم فقط لأنفسهم، برضو المسيح بيسأل على كده. كمان ربنا يسوع عايز يعلمهم أنهم يجب أن يكونوا كرماء، يجب أن يكون الإنسان كريما. وصاحب القليل اللي في إيديه ده ما يعملش حاجة، لكن مع المسيح هيعمل حاجات كتيرة خالص. فتعلم أن تكون كريما، لأن الشح خطية. أحيان اللي ماسكين مكاتب الخدمة الاجتماعية أحيان إيديهم تبقى ممسكة. وأحيان يبقى فيها نوع من الشح. لكن هذا المثل أو هذه المعجزة يريد ربنا يسوع المسيح من خلال هذا السؤال أن تكون إنسانا كريما. أهو بنقولها، أهو طوبى للروحة مع المساكين. طوبى يا بخت، يا بركة، يا سعادة. وزي ما الإنجيل بيقول لنا يجب أن نتعب ليكون لنا أن نعطي من له احتياج. يجب أن نتعب لكي ليكون لنا أن نعطي من له احتياج. دي في أفسس 4:28. السؤال بيكشف الإنسان، وياك إيه؟ وياك قد إيه؟ هل تقدر أن تتنازل عنه؟ ده بيفكرني بقصة لطيفة قوي في قصص أباء البرية. لما ناسك عايش في البرية قليته بسيطة جدا جدا، نزل السوق يبيع شغل ايديه، وهو راجع لقى لصوص بيسرقوا القلاية بتاعته اللي ما فيهاش حاجة اصلا، فحطوا الحاجات كده في شوال وسرقينها وماشيين. فدخل القلاية لقى فيها طبق نسوه اللصوص، خد الطبق ونزل يجري وراهم قال لهم نسيتوا الطبق بتاعكم، مع انهم هم اللي سرقوا هذا المكان. السؤال بيكشف لك انت ايه. المسيح لا يبحث عن الكم، المسيح يبحث عن الكيف.
مش الكوانتيتي، مش الكمية، ما يهموش 5 ولا 10 ولا 20، لكن بيبحث عن الكواليتي، الكيفية. ولذلك أذكركم بقصة المرأة الأرملة صاحبة الفلسين، ما هي دي المسيح سألها أو كأنه سألها، لك إيه؟ قالت ما عنديش غير فلسين. طب والفلسين دول يعملوا إيه؟ قال ما يعملوش حاجة. طب وانت هتعملي ايه؟ قالت رايحة احط من اعوازي، من احتياجي. قد كده عندك ايمان؟ قد كده عندك ثقة؟ قد كده مش مستقلية الحاجة اللي هتحطيها؟ شرحت لكم في مرة سابقة ان كانت زمان العملة معدنية، مفيش عملات ورقية. كان الناس يقعدوا في الهيكل في العهد القديم والصندوق قدامهم كده، ودانهم تلقط اللي اتحط في الصندوق. فلو كان عملة معدنية كبيرة تنزل تعمل صوت معين، لو كانت عملة معدنية صغيرة الصوت يبقى ضعيف. ما بالك فلسين بقى، دول مش هيعملوا صوت يعني بالكاد. ولكن كل ده لم يمنحها. المسيح بيسألك كم عندك؟ ودي لك أمثلة. كم عندك من الحب، مشاعر الحب الحقيقية، ما في حب بالكلام كده وحاجة مزيفة. كم عندك من الوقت، الوقت الدقايق اللي ربنا بيديها لك دي بتستغلها ازاي، بتستخدمها ازاي؟ في واحد يضيعها في نوم، يضيعها في أمور لا تأتي بأي فائدة. كم عندك من المال، المال الذي تستطيع أن تخدم به، وإحساسك أن ما في يدك هو عطية الله، أنت ملكش أي يعني فخر فيه، ده هو كده من يدك وعطيناه، يعني من ايدك يا رب حطيت في ايديا، هو انت. والله هو الذي يعطي الرزق زي ما بنقول في الامثال المصرية، هو صاحب الرزق. عندك في واحد يكتنز، في واحد يكون طريقة صرفه ببزخ، في واحد عنده شح، كم عندك؟ مثال اخر، كم عندك من الجهد، الطاقة التي تستطيع أن تخدم بها؟ طب كم عندك من الخدمة، خدمات اللي بتشتغل فيها وبتقدمها، خدمات التطوع بصفة عامة؟ طيب سؤال آخر، كم عندك فضيلة، هل بتحصل فضائل؟ هل في حياتك اليومية في صوم زي كده بتركز على فضيلة معينة لكي ما تقتنيها؟ طب كم عندك من الرحمة؟ الرحمة دي بتتحرك عندك امتى؟ وبتتحرك ازاي؟ كم عندك من الرحمة؟ وزي ما قلت لكم ليس المقصود الكم العددي، المقصود الكيف والمشاعر. كم عندك من الوفرة؟ عندك أمور وفيرة عندك. طب كم عندك من التعب، تعبك من أجل المسيح؟ طب كم عندك من الصلوات؟ وارجع وأقول لكم مش الحكاية بتصلي صلاة ولا 2 ولا 5 ولا 7 ولا 10، لا، ده هو الصلوات بمشاعرها. كم عندك من الدموع تسكبها وتذيب فيها مشاعرك؟ كم عندك من المطنيات والسجدات المتواترة؟ كم عندك؟ كم عندك من النظام؟ النظام في حياة، في واحد حياته كده مفركشة، وفي واحد حياته منظمة في كل شيء،
كم عندك؟ المسيح لا يبحث عن الكم، المسيح يبحث عن الكم. هديكم شوية أمثلة. مثلا في وقت صلب السيد المسيح صلب بجانبه للصين، وكلنا عارفين القصة، ولكن كأن السيد المسيح سأل اللص اليمين وهو لص وحياته وحشة، ولكن هذا اللص أجاب إجابة جميلة، قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. قال له يا ده انت عندك كتير، ده الخمس كلمات دول يفتحوا لك السماء. وياخد الإكليل، اليوم تكون معي في الفردوس. كم عندك؟ طب لحق يتوب امتى؟ طب لحقت مشاعره تتحرك امتى؟ ولكن الله كما أخذ القليل من الخبز والسمك وأشبع الآلاف، أخذ هذه الكلمات الخمسة وفتح أمامه باب الملكوت، باب الفردوس. الأمة التي كانت تبكي، كم عندك؟ قالت له ما حلتيش حاجة، أنا حلت شوية دموع. بتبكي ليه؟ قالت ببكي عشان ابني أغسطينوس، والدموع دي هتجيب ابنك، ده ابنك شرد وضاع ووقع في خطايا وبعد وسافر بلاد تانية، الدموع دي هتجيبه؟ قالت آه. ولذلك نظر الرب يسوع إلى دموع هذه الأم، وبسبب هذه الدموع وصلواتها عاد أغسطينوس وصار تائبا وقديسا وأسقفا، وأول من كتب اعترافاته وسجلها كتابة ولم يستحي، وله كتب كثيرة وله تلاميذ وله فكر لاهوتي وفكر فيلسوفي. الدموع هذا الذي تضعه في يد المسيح. مثال ثالث، الخميرة الصغيرة التي تخمر العجين كله. خميرة صغيرة، كلنا شفنا الحكاية دي، قطعة خميرة صغيرة نضعها في العجين، يبتدي العجين ينمو ويخمر ويتخبز ويشبع بسبب الخميرة الصغيرة ده هي. ودي موجودة مثل من أمثال الملكوت في متى 13. بالمثل حبة الخردل، حبة الخردل حبة صغيرة جدا. كم عندك؟ عندي حبات خردل. طب حبات الخردل دي هتعمل ايه؟ ده الحبايه الواحد لما يشوفها في وسط البذور يعني ما يديلهاش اي اهتمام، ولكن هذه الحبه الصغيره تعطي شجره عظيمه تأوي اليها طيور السماء. الطيور اللي بتطير ده هي تيجي وتسكن فيه. كم عندك؟ قد حبه الخردل ممكن الله يستخدمها. في قصص القديسين، في قصة أسرة القديس الأنبا بيشوي، لما يسأل الأم عندك إيه؟ أنا عايز الطفل الصغير ده، ده الضعيف، ده الصغير، ده اللي إمكانياته محدودة، خدك واحد كبير. لا، هو عايزه. كم عندك؟ وتمنح هذا الطفل الصغير فيصير إنسانا عظيما وله تلاميذ بالألاف عبر قرون وقرون. وهكذا في قصة داود النبي قديما في العهد القديم، وقصص كثيرة. يمكن من السير المشهورة في وقت محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة ونهضة مصر، لما كانت بنته زهرة مريضة وفي أرواح شريرة، وعرف عن الأنبا سربمون أبو طرحة
أنه في موهبة إخراج الشياطين، ودي بنت الوالي. لكن هذا القديس من وقاره واحترامه ومعرفته بالتقاليد، رغم أن الله أعطاه هذه الموهبة، قال كده: أنا ما أقدرش أطلع الأرواح الشريرة دي إلا بصليب الأب البطريرك، في حين موهبة عنده وربما مش موجودة عند البطريرك. ياخد الصليب ويصلي وينسب علاج هذه الفتاة إلى صليب الأب البطريرك، رغم أن الذي قام بالصلاة هو القديس أنبا سربامون أبو طرحة. كم عندك؟ ده بيفكرني بقصة في سيرة أبونا بشوي كامل في اسكندرية، لما جت له واحدة ست كده غلبانة وقالت له: خد يا أبونا ال120 جنيه دول ابني بيهم كنيسة. طبعا احنا النهاردة نبص ال120 جنيه رقم بسيط قوي، ما بنجيبش كده شكارة اسمنت يمكن، لكن بمنتهى الثقة المبلغ القليل ده عندما وضع في يد الله بنى كنيسة عظيمة كبيرة في الاسكندرية. وقيسوا على هذا يا اخوتي امثلة، ويظل سؤال المسيح: كم عندك؟ القديس يوحنا ذهبي الفم له عبارة جميلة قوي، يقول: الله يبحث عن سبب واحد لخلاصك حتى وإن كانت دمعة واحدة من عينك. أقولها تاني: الله يبحث عن سبب واحد لخلاصك حتى وإن كانت دمعة واحدة من عينيك. دمعة، يا الدمعة دي هتعمل حاجة؟ قال طبعا، الدمعة الصغيرة دي دليل على التوبة، ودليل على انك انسان صادق، بالذات لو كانت الدموع ليس من عينك بل من قلبك. الخلاصة ان المسيح يسألك في هذه العشية: كم عندك؟ اقعد كده بينك وبين مسيحك واقعد قول له: ده اللي عندي، حتى وإن كان 7 من الخبزات وقليل من السمك، حتى لو كان احتياجك قول له: يا رب ده أنا أحطه في إيدك، وأنا ملء الثقة إن ده أنت هتستخدمه، وإن ده هيجيب ثمر وهيشبع الجموع. الله يفرح بالقليل لأن القليل فيه سر البركة، القليل فيه سر البركة. اوعى تستقل بطفل صغير في مدارس الأحد، أو بفكرة صغيرة يقولها واحد، أو أنتوا قاعدين كده في البيت أسرة يجي ولد ولا بنت صغير يقول فكرة، ما دي فكرة صغيرة لكن يمكن أن تستثمر. وقيسوا على هذا أمثلة كثيرة جدا، ولكن السؤال يظل ماثلا أمامنا: كم عندك؟ اوعى تخزن. لو كان اللي وياهم 7 خبزات والسمكتي والقليل من السمك حجزوهم كانوا هيفضلوا كده، لكن لما تحطوا في ايد المسيح زادوا واشبعوا الاف والاف. خلي عندك ثقة ان يد المسيح تستطيع ان تبارك. هو لا يبحث عن الكم، فهو صاحب الكل وهو معطي الكل، وهو يبحث عن مشاعرك الحقيقية. وزي ما قلت لكم مفتاح المعجزة دي كلمة أشفق على الجمع، أشفق. وإحنا في الزمان المعاصر
ناس كتيرة فقدت عنصر الشفقة، أو ما نسميه بلغتنا الاجتماعية يعني نسميه الحنية. ناس كتيرة فقدت هذا. أحيانا القساوة هي اللي تبقى متحكمة في الإنسان، ولذلك هذا الصوم فرصة مع السؤال بتاع النهاردة إنك تطلب من الله أن يعطيك قلب الشفقة وقلب الرحمة، وتقول له يا رب كل اللي عندي هو بتاعك أنت، إن كان مال ولا وقت ولا عمر ولا جهد ولا فكر ولا حتى أولادي وبناتي. لما بيحب حد يمشي في طريق ربنا أو يحب إنه يكرس حياته لا تقف أمامه، وتقول هو الصغير ده أو هو اللي إمكاناته محدودة، لكن في يد الله ممكن أن يصير عظيما. ما تنساش أن القليل هو مفتاح البركة في حياتك. ويفضل السؤال اللي يشغلك في الأسبوع ده، كم عندك؟ وفكر كده إيه اللي ممكن تحطه في إيد المسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. علينا وباركنا وزورك علينا وارحمنا يا رب. خلص شعبك وبارك راسك وارفعهم من شر الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين. ولات الاله القديسه الطاهره مريم والاربعه المنيرين ميخائيل وغبريال ورافائيل وسوريان والاربعه وعشرين قسيس واربعه حيوانات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماويه وكل الذين ارضوا رب اعمالهم الصالحه منذ ادم الى اخر الدهور. بركه قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليله وبركه هذا الصوم المقدس الذي المخلصنا الصالح، بركه امنا العذراء اولا واخيرا، بركتهم مقدسه ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا، امين. بخريستوس بالنوتي امين. ايها المسيح الهنا ملك السلام اعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماء. قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا ما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك قوة المجد أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. أمضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. وما روحك أيضا.